هلا بالجميع، معكم احسان، واليوم في تحدي بيتزا. النهارده في تقييم بيتزا؟ لا اي طيب طيب ليه النهارده في تقييم بيتزا؟ انا جاي اكل بيتزا النهارده. لا جاي اتحداك اليوم. شو التحدي؟ يلا بعد انت. اهلا وسهلا فيكم، هذه حلقه جديده على اساس تكون تقييم. جاي عندي الشيف فيبو يقيم البيتزا. بس انا غيرت رايي وقلت بدنا نعمل تحدي. انا كنت جاي اقيم بيتزا وبقى فجاه بقى تحدي، بس هنشوف التحدي ده هيوصلنا لحد فين. 100% ايه حتكون تقيم الكلمات، بدك تقيم الكلمات اللبنانيه. ايوه وانا اقيم الكلمات المصريه. كلمه منك كلمه مني. اللي بيحزر الكلمه بياكل بيتزا، اللي ما بيحزر ممنوع ياكل. ولا ولا لا هفاجئك. فاجئني. هفاجئك. وهي البيتزا بتطلع معنا. بلشنا التحدي. ابتدي. شو معنى كلمة كزدورة؟ كزدورة؟ كزدورة. كزدورة. طب قرب لي كده حاجة يعني اديني مثلا ايه؟ ما انا اذا قربت لك اياها هتعرفها دغري. لا 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 مش هعرفها خالص. مش هعرفها، ما تقلقش. يلا قول لي يعني حاجة مثلا شبهها كده. راحت انت وخيك كزدورة. ممكن يعني خرجنا مثلا خروجه، ولا ده مكان؟ هي قريبه. مكان؟ لا مش مكان. فسحه يعني؟ فسحه. خيا كزدوره. يا جماعه البيتزا اصلا ما ينفعش تاكل بالشوكه والسكينه، فانت البيتزا اصلا لازم تعمل ازاي؟ اول حاجه طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، بعدين تروح عامل كده اهو، بعدين كمان لما تكون كسبان الموضوع وعامل مجهود فالبيتزا بتبقى اكيد احلى. البيتزا دي منين؟ هذه بيتزا هات. معنى كلمة هناك كهيتي؟ قولها شوي شوي او حطها بجملة. طيب اوكي، معنى لمكان. يعني انت مثلا ايه لما تيجي تسألني فين فلان مثلا، اقول لك هناك كهيتي. انا صعبتها عليك صح؟ هناك كهيتي. هنا القاهرة؟ لا هنا القهيتة يعني كان هون. هو انت قربت شوية. لا وهي كان هون. لا طب بس انت مثلا لما تسألني تمام السماعة دي فين؟ اسألني السماعة دي فين؟ هنا القهيتة بالضبط. يعني ايه؟ يعني هونيك. برافو عليك. لا ده في ابعاد للموضوع كمان. في ابعاد؟ والله. طيب ماشي. يعني في هناك وفي هنا. طيب وهناك قهيتة الموضوع كبير. خليني على ياكل. يلا صحتين. صحيح حلو قلبي. ساعدتك. هيدا السؤال هيكون عشان اكل هالبيتزا كلها. سؤال واحد. شكلنا كده هنخص على كلمات. الكلمه هي استعمل المطبخ انت حضرتك شاف. طبعا صح اكيد. شو يعني دست؟ دست 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 لحظه بس. دست انت دست دي انجليزي ولا عربي اصلا؟ لا عربي كده بس. دست. طب قول لي يعني مش هقول لك طبعا استخدامها عشان اكيد هعرفها، بس يعني جيب الدست. اوكي ودي الدست. ودي الدست. يا لهوي على الشطاره. شو يا عم دست؟ هو شيء بيستعمله في المطبخ. شو هو الشيء اللي بيستعمله في المطبخ؟ في حاجات كتيرة قوي. يعني قول لي مثلا يعني ايه؟ معدات. معده كبيره. طب بتبقى في المطاعم ولا في البيوت بتاعتنا عاديه يعني؟ بالمطاعم او بالبيوت كمان موجوده كمان. انت فين السهل؟ فين السهل؟ طب اوكي هات الدست دي. يعني حاجه صغيره ممكن تكون بتتحرك. هاتها صح. هي ايه بتتحرك؟ اوكي بس مش ضروري تكون صغير. ضروري تكون خفيف يعني. انت شخص تاكلني بيتزا صح؟ لا انت شخص تاكلني بيتزا. انا عارف. طب بسط لي الموضوع شويه. مش كده اللي بيعرف يعني كلمه دست حطها بالكومنت. يا جماعه قولوا لي الاول قبل ما تحط في الكومنت. لا اي شيء بيستعمل المطبخ الكبير للطبخ. اوكي يعني حله. شو يعني حله؟ انت تعرفني حله. طنجره. طنجره ايه؟ طيب صح؟ صح. هي؟ لا بس كبيره. يا جماعه الواحد عشان ياكل البيتزا بقينا بنعاني. دي اطعم.
ليها طعم؟ اهو بس دي سبايسي قوي. كنكة. لا اه تقول انت عارفها هي سهلة برضه. موجودة في كل المطابخ. موجود شوف انا بس بص بعمل ايه. موجودة في المطاعم. موجودة في ال بنستخدمها استخدامات كتيرة قوي. وساعات كده وبنعمل فيها حاجات زي ما كان فاهم. ولا بنشتغل بيها حاجات كتيرة قوي يعني كتير جدا. شو يعني يعني طواية او لا مش طواية. هات الكنكة ودي الكنكة عارف انت زي هات الدست خد الدست. يعني كنكة كنكة يعني كنكة وليها مكان معين كده بتبقى موجودة في البيت فيه ما بتتحركش منه. لحظة ممكن تخليها في المطبخ ممكن تخليها برا المطبخ ممكن تخليها في ال ممكن تخليها هنا ممكن تخليها هنا. اكيد مش كنبايه. لا لا مش هتحطها على الكنبايه. هي الكنكه هذه اللي بحطوا فيها الفروتس وكل شيء متحمله. مفيش مفيش الكلام دوت. انا والله بحاول اسهل عليك بس انت مش عاوز تساعد نفسك. حاول تساعد نفسك. كخي انا محظوظه. مش عارفها؟ لا لا كويس بجد والله. والله بجد مش عارفها؟ والله مش عارف. انا كنت فاكرك عارفها على فكره. كنكه؟ لا مش عارف. بص بقى يا سيدي انت مش عارفها. لا انا عندي استمتاع رهيب ان انت مش عارفها. هلا عرفتها. الكنكه المكوي شو اسمها؟ المقليه. لا شو اسمها هذا؟ الركوه. الركوه الركوه ركوه القهوه. احنا بنقول عليها كنكه وحبايبنا في لبنان بيقولوا عليها ركوه. انا كنت مبسوط ان هو مش عارف بس اتفاجئت يعني. ما هي سهلة يعني. عشان دايما بيقولوا لي اعطوني الكنكة بس انا بتطلع بسمع لها بسمع الاصبع انا شو اعمل شو شو معنات درابزين سلم. سلم. لا درابزين السلم او اللي هو بيبقى جنب السلم. انا جاوبت صح. هو جنب مش جنب السلم. اللي هو بتسند عليه وانت نازل على السلم. ميمي صح؟ كل يس. شفت؟ شفت؟ شايف؟ والله قال لي كلمة انتوا عم تاكل. سؤال صعب جدا جدا. يا جماعة ما عادش فيه ياكل. والله يا جماعة هات انا باكل انا. ايه ده؟ انا باكل على فكرة انا اللي انا اللي اتسألت وانا اللي جاوبت. بدك تاكل ولا لا؟ خلاص صحتين. صحتين. ماشي. بس انا كده ليا حاجة تانية اكسبها. اسأل سؤالين. اسأل سؤالين. تمام. طبعا انت مبسوط كده. اوكي. طيب. قول لي ايه هو الهون؟ ايه هو الهون؟ ايه؟ بس هي اسمها الهون والله. اسمها الهون. طيب وين تستعمل؟ مش حقلك شو بشو بتستعمل؟ وين تستعمل؟ وانت فاكر ان انا هبسط لك واقول لك احنا بنستعملها في ايه؟ مش هيحصل. طيب. اوكي في المطبخ. براز؟ لا. لا خالص خالص. بس شيء بيتاكل. لا مش بيتاكل خالص ده. مش بيتاكل خالص؟ بنعمل فيه الحاجة اللي بتتاكل. الهون هو الطاسة الطويلة. شو الطاسة الطويلة؟ خي ما عرفت. ما عرفتش. لا. قول 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 ما عرفتش. قول مش عارف. شو يعني هون؟ طيب. طب يا جماعه بصوا اللي بيعرف طبعا في مصر اكيد عارفينها وفي ناس كتير قوي عارفينها في كل في اماكن كتير قوي بس اللي يعرف الهون او المصطلح دوت يكتب لنا تحت في الكومنت. انت مش عارف الهون؟ لا. طيب بص بقى يا سيدي الهون ده شفت احنا توم بنعمل فيه ايه؟ عرفت اللي هو دقائق التوم. ايوه ده اسمه الهون. ده اسمه الهون. هون ولا هونيك؟ ماشي يلا كول. لا انا عندي سؤالين. كل الثاني على فكره. انا 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 هخلص عليك. انا بالتحدي ده اكل. انا بالتحدي لازم ياكل ودي. يلا اللي مش هتعرف تجاوبه هخليك تاكل. بوم. ترشي. ترشي. عارف ترشي؟ انت ايه مالك انا طست ليه كده؟ بس يا جماعه انا قلبت التحدي خالص وخليت التحدي
انك لو ما عرفتش تجاوب تاكل بيتزا. تورشي عارفه انت خلص اهو يلا برافو كل واحد. والتحدي هيحصله صعب. انا بنقول لك اي واحد يكون كل ايه سبايسي قوي كده. انا ما باكلش سبايسي كتير كده. ماشي اوكي. دي نار. ده التحدي على فكره. تعرف الكركديه؟ كركديه ايوه. هذا مين شرط؟ ايه هو بقى الكركديه؟ لونه مثل اليانسون. والكركديه ازاي ازاي انت خبطتها كده صح؟ صح؟ كل بيتزا حبيبي. الكركديه العناب لونه احمر ازاي يعني؟ العناب؟ اه هو العناب هو الكركديه. طب كل انت بقى. انا هاكل انا باكل مش انا اللي بسال. وانت ما بتعرفش يبقى انت هتاكل. انا هيدا صار سؤالين وبعدك ما اكلتها كده. يلا اوكي ماشي. بصوا يا جماعه كميه سبايسي بجد مش طبيعيه. بدك تسالني انت ولا اسال انا؟ انا اسال. اسال اسال انا؟ والله؟ ايه هي بقى؟ النمليه. لا انت ضحكتك دي غريبه تعرفها ولا ايه؟ حطوا له خلي اللبناني يحطوا لك اياها في الكومنت. تعرف النمليه؟ النمليه اكيد. والله الشيء الموجود بالمطبخ فوق تنحط فيها اغراض. هنا اكتبعت الامه العربيه ان النمليه طلعت عندنا وعندكم. شاف في عيدي لو حطيت تاكلها. ماشي حلو. سؤال كتير صعب كتير سهل. خليك جدع. شو يعني قلدي؟ ايه؟ قلدي بخيل. لا بخيل. لا بخيل مش قلد. قلدة؟ هي جيم لعبة نحن بنلعبها كنا بالزمانات. اه قلدي تنلعب على التراب. لحظة اللعبة دي بتتلعب وانت قاعد؟ لا واقف. انت واقع انت واقف بتلعب ب يعني التوب تايب بيبقى على الارض ثابت ولا بتحطه على بعض؟ لا هذه اسمها سبع مناره. اه هذه سبع مناره غير شيء. طب انا كده وصلت 50-60%. طيب 50-60% هذه قطعه لك. تعبتني مش قادر. 6-5 ماشي. تعب الجاكارو؟ اه مش فيها رد الطاسات ولا هو اسمه قلبي. اه ماشي رايحك من هنا. طب اسال عشان بقى انت بعدت قوي ورحت زمان بقى. تمام طيب. كهربا. كهربا؟ لا 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 خالص مش الكهربا دي. انا ما اقصدش الكهربا دي. الكهربا دي لعبه عندنا. مش هتعرفها خلاص. يلا سبعة. عرفت عرفت عرفت. ولا بعرف. عرفتك. لا بلا. يلا يلا خلاص. هي صنم. لا والله مش دي. شو لك؟ لا مش دي. بس لحدا يضلك ساعتها بتوقف. لا مش دي. شو لك؟ يلا انا هلا حاسأل اخر سؤال. بتعرف شو يعني جحش؟ ايه؟ جحش. جحش ده اللي هو ما بين الحمار والبغل. لا ايه اللي لا؟ هو لا بيتنفس ولا بياكل ولا بيش اسمه جحش الكلب. بص الاسئله عامله ايه؟ ده بص الاسئله. يعني جايب اسئله يعني انا ما سمعتهاش. مامسي اربح المليون بيسالني اسئله غريبه. اوكي سبعه. انا سبعه. هو موجود حوالينا هلا. اه هو ايه اللي موجود حوالينا؟ جحش الكوي. شو؟ جحش الكوي. حتى نعرف سبعه سته ولا سبعه خمسه. طب سهل الموضوع شوي. شيء يستعمل في المنزل للادوات المنزلية. بنستخدمها لإيه؟ اسمع للتياب بنستعمل. اوكي سماعة؟ لا. هذه أول واحدة راحت. يلا بعد عندك محاولة. طب إيه دولاب؟ آخر قرار؟ لا مفيش قرار. أنا مش هاكل سبايسي دي تاني. جحش الكوي هو الشيء الذي فيه. ويت 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 ويت. شو؟
فهمت عرفته. استنى اللي هو بنكو عليه صح اللي هو ترابيزه الماكو. ترابيزه الماكو يا هنيك يا نهار ابيض. انا جاوبت انا جاوبت تمانية. انت عارف الاسم نفسه يوديك في في يعني انا حسيت مثلا ان انا اخش ادور على عليه في ناشونال جرافيك يعني. مش كده يا ابني مش كده حرام عليك. كل دي هذا كان الفيديو لليوم. بتمنى يكون عجبكم الحلقه. كان معنا الشيف بيبو. حبيبي حسيت ان انا انبسطت من اكتر معك. نتيجه كيف كانت؟ طبعا 8 ليه اكتساح يعني اكتساح اكتساح وعفاف وكله. لا اكتساح احنا تهدي ال مبروك ايه. بس حاول بدك تكبر تكبر معدتك اكتر لانه بالتحديات الجاي يكون في اكل اكتر. لا ما هو التحدي حرب اكتر. التحدي احنا التحدي اتغير واحنا التحدي اتغير واحنا معاكم انه اللي ما بيجاوبش صح بياكل اكتر. فالموضوع بقى بالنسبه لك انت كارثي. دايت دايت يعني انت الحلقه الجايه لازم تعمل دايت. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لايك وتفعلوا زر التنبيه وتحطوا لنا كومنت حلو مثلكم بام. وكالعاده نختم نحن بشو بنختم دائما؟ قهوه. بدك إيه. المعوج ولا بلوج؟ ايه لا بلوج. بلوج؟ ايه هيك كنكه. هيدا البلوج كنكه دي كنكه؟ ايه هيدا كنكه. يلا نشرب هواء.